السلام عليكم، ماش اخباركم؟ نتمنى تكونوا كاملين بخير وباحسن الاحوال يا ربي. من بعد هالضجه الاعلاميه وفي السوشيال ميديا على دنيا باطمه، فكيف سبق لي وقلت لكم في الفيديو الاخير ان كل واحد كيلغي بالغير وكل واحد وشنو كيقول في هاد القضيه. فالاخت ديالها ايمان بعد ما خرجت بواحد الفيديو اللي كتهضر فيه على علاقه دنيا باطمه بالمرحومه وئام الدحماني، فخليكم معايا من الاول فيديو حتى الاخير باش تعرفوا التفاصيل. فكتعرفوا العلاقه بين الخواتات، يعني دنيا باطمه وايمان باطمه وابتسام باطمه، كتجمعهم واحد العلاقه قويه اللي ما كايناش في بزاف ديال العائلات. فكطيح وحده كينوضوا الاخرين يشدوا في الازر ديالها، يعني ما كيتخلوش على بعضياتهم وكيدافعوا على بعضياتهم حتى الرمق الاخير. فنشرت ايمان باطمه واحد الفيديو اللي مكتوب تحت الاسطر ديالو الحقيقه كامله على لسان المرحومه وئام الدحماني، وهذا يدل على ان لا حقد ولا كراهيه بين الفنانات، فكفاكم فتنه وخليو السيده ترتاح في قبرها. غنخليكم تسمعوا المقطع ديال الفيديو ديال وئام الدحماني الله يرحمها. وهذا هو الفيديو اللي حطات ايمان باطمه اللي مرافقه بالكتابه اللي قلت لكم. فاخوتي الله يدير شي تاويل ديال الخير، ونتمنى نشوف الاراء ديالكم في التعاليق ودعوات ديال الخير لوئام الدحماني الله يرحمها. السلام عليكم، تلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. مع السلامه.